الانجليزي لكرة القدم. الرياضي فن ولعب كبير، السنة اللي قال دي مدرسة، فأوروبا الدوري تعيش معاه، اتفرج بقى على الأستاذة. تحليل خطير مش أي كلام، مع ميدو سيف وحازم إمام، يعني الموضوع ما فيهوش هزار. ستارز أوف فانتسي ولا خاصية الـ 100 مليون سيلف ليد بيكسلز. لما تكون كل نقطة قدامك واضحة وفي مكانها الطبيعي، لما تكون كل حاجة بتشوفها معبرة أكتر، ولما تكون كل حاجة بتجربها واقعية أكتر ومتجاوبة معاك أكتر، كأنك فيه. كل ثانية قدامه بتخطف العين. قوة السيلف ليد بيكسلز LG OLED. يا نهار الشوق على أجمل ناس، إحساس الحب هو جمعنا، هنعيش عمرنا ما خلاص، هنعيش فرحتنا إيه معنا. يا نهار الشوق على أجمل ناس، إحساس الحب هو جمعنا، هنعيش عمرنا ما خلاص، هنعيش فرحتنا إيه معنا. تغيبي بلاش نقول يا نهار للفرحانين، دي اللحظة الحلوة لازم تتعاش، كمان ساعتين وبلاش دلوقتي تغيبي. واسهر معانا يا ليل وما تسيبناش، هي الحياة هنعيشها دي كم مرة. طول يا ليل ما تفارقناش، نسينا كل اللي فات كده بالمرة، واسهر معانا يا ليل وما تسيبناش، هي الحياة هنعيشها دي كم مرة. للفرحة مكان، زاد دلوقتي في الشيخ زايد بالقاهرة الجديدة. أهلا بكم من جديد أعزائي مشاهدي ستارز أوف فانتسي في كل مكان، وحلقة جديدة. الإعلامي والثعلب سيادة النائب، أنت روقته المرة دي. كورونا وفوقت، ربنا يديك الصحة، بس حاجة تفرح يعني. بس لسه الجولة شغالة يعني، هو ما جاش الأسبوع ده؟ عنده بقى حاجات كتير الأول، نبارك له على اللي هو فيه بقى. فوز بيراميدز فاينالي.
مبروك يا ميدو. الله يبارك فيك يا كابتن. ايه موضوع بيراميدز؟ فوز مهم، فوز مهم. اه طبعا فوز قدام فرقه كبيره وماتش صعب. بس يعني في رايي الكواليتي بتاع بيراميدز يعني حسمت الجيم، واللعيبه كان عندها اصرار ان هم عايزين يكسبوا. يعني نزلت اتكلمت معاهم بقى وكده قبل الماتش ولا حاجه؟ لا 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 انا ما عنديش. بص يا حازم، انا الناس لازم تفهم، ما قعدتش معاهم كده. لا 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 خالص خالص خالص، انا مستشار فني للنادي. في مدير رياضي كابتن، يعني التمهيد في الاخر وفي الاول برضه اللعيبه تحب تشوفك يقعد تتكلم معاك. اي حد عنده مشكله يرجع لي، انا بتابع المدربين، بتابع شغل المدرب، بتابع شغل الشغل اللي موجود الاداري، الشغل كله مع اداره النادي، وبدي رايي. المفروض يحصل كذا، المفروض يحصل كذا، المفروض يحصل كذا. في النهايه الاداره هي اللي بتاخد القرار الصح. وعندي جزء تاني من مهمتي وهو التعامل مع الميديا، لان احنا الاداره والاونرز كانوا شايفين ان في شورتج كبير في الحته دي، فبحاول ان انا اكملها. وفي نفس الوقت اللعيبه عارفه ان ميدو موجود، ان اي وقت انت عندك اي مشكله عندك كابتن هاني سعيد، ولو انت عايز ترجع لي تتكلم معايا ترجع لي. هو ده دوري يعني، لكن ما عنديش دايركت كونتاكت باللعيبه، اللي هي بتكلم مع اللعيبه في الملعب والكلام ده ما عنديش الكلام ده. لكن بقعد مع مدرب بفهم منه ايه مشاكله. مدرب كويس جدا جدا، ومظلوم في الميديا، الناس مش عارفه هو مين ده. الراجل ده واخد الدوري الارجنتيني بوكا جونيورز، واخد الدوري الاماراتي، واخد الدوري القطري. هو مدرب كويس، بس يعني الفرقه محتاجه وقت. كان ان شاء الله الماتش اللي فات ده يكون بدايه التيرنينج بوينت بتاع السيزون باذن الله. دلوقتي ميدو عامل اعلان جديد وايد هينزل وانت معاه، موضوع موهبه مجهود وبتاع. بعدين هو راح للناس وقال لهم، يعني قال له انت بالمجهود وانت لعيب كبير، وقال لهم مجهود انا وانا صغير، فاهم قصدي؟ كنت انا قد حازم 75 مره. لا قلت كنت احرف. ايوه بعد كده لما طولت الموهبه اللي بقى التالنت قلت. انت هتاخد الاثنين، هتاخد الطول والموهبه. بس دي حقيقه يعني، وانت صغير كنت احرف من حازم. لا ما كنتش اعرف منه. الله، بس ما انت قلت كده. لا بصراحه ما كنتش اعرف منه، بس كنت حريف والله. كنت يعني بص كنت حريف جدا، وانا عندي 15 سنه. هو بيلعب برضه لسه حريف. لما كبرت بقيت استخدم باور سبعات وبتاع. لا لما كبرت بقيت استخدم باور. ميدو مهاجمين اللعيبه كوره كويسه. ميدو مش مهاجم اللي هو هجام بس. انت ممكن تنزل ملعب دلوقتي؟ انا لا يعني تلعب خماسي. عمل لنا ماتش خماسي وعمل جروب على الفيسبوك على الواتساب اسبوع بيلم اللعيبه كلها. الحمد لله ما رحت ولا رحت. كان عندي شوفه بقى، فلقيت الساعه 9 بالليل الجروب نازلين صور بيلعبوا 4-2 في النص. مفيش لا بيلعبوا شبكه البولي. ايوه اثنين بس، اربعه اللي راحوا. وبعدين ميدو الساعه 11 بالليل دخل على الجروب قال لهم يا جماعه معلش انا رحت عليا النوم، هو اللي عامل اليوم كله. فهو من ساعتها ما حدش بيلعب معاه خالص. لا لعبوا معايا بقى والله. لعبوا ايه؟ ساعة هعمل كرة 10 ايام بتزيد كل يوم. الموضوع ما يشدكش دلوقتي انك تروح وتلعب ماتش خماسي؟ والله نفسي، الكرة وحشتني، بس لازم عشان تلعب يا سيف لازم عشان تلعب تبقى فت. بجد لازم تبقى فت عشان ما تتعبش اسخابك. امال الثعلب بيلعب؟ لا بس الثعلب يعني محافظ بيتمرن شوية بتاع، انا بقالي فترة بعيد يعني. لما تبقى فت تستمتع بالكورة، وانت مش فت ظهرك بيوجعك بعد كده. بعد الكورونا ما اتمرنش خالص والله. بعد الكورونا ما دخلتش الجيم خالص. بعد اللي ايه؟ كورونا؟ انت خدت عين. لعبت بادل ولعبت كوره بس ما دخلتش الجيم. بس ما شاء الله اخدت عين. انت لعبت والله اخدت عين. انا مني ده الوحيد اللي كنت بدافع عنك. انت عارف انت كم خلصت عليا؟ انت عارف تقول انا جاي ومش جاي؟ انت عارف كم واحد اشمعنى حازم يبقى النائب؟ اشمعنى حازم يبقى النائب؟ اشمعنى حازم يبقى النائب؟ وناس حبايبك وبيقولوا على العلن، وانت عارف مين اللي بيقول الكلام ده وما بتفتحش بقك ولا تتكلم. اشمعنى حازم؟ اما لو هو لو مش وانا راجل بدافع واقول لو مش حازم يبقى النائب يبقى مين النائب؟ لا ما حدش يقول كده يا كابتن حازم. ها؟ لا ما حدش يقول كده. لا ما بيقولوش هو ما يصلحش، بيقولوا اشمعنى. لا لا الحازم رمز. كل واحد يجيب وقت، كل واحد يجيب دور، كله هيجي تحت، كله هيجي تحت. قال لك انا بدافع عنك، كان نازل لك بالصوره بس لما تشوفه. والله بدافع عنه والله. اتفضل يا كابتن. الاسبوع ده مين اللي فواك؟ لا انا الاسبوع وحش لسه شغال يعني، بس غيرنا الجول كيبر توتنهام لوريس، وباقي له لسه ماتش فولهام. دينيه ايفرتون الباك ليفت طبعا بتاع بي اس جي 6 نقط، ولسه ناقص له ماتش يعني. لسه على فكره ممكن في نهايه الراوند دي انا اكسب كابتن حازم. صح. استون فيلا تارجت 5، كانسيلو مانشستر سيتي، سون توتنهام 11 ما لعبش عندك. خلي بالك ماتش الاولاني ما لعبش. لعب ماتش امبارح بس. وسون لسه ناقص ماتش فولهام، ان شاء الله توتنهام يكسبه. جاندوجان مانشستر سيتي، صلاح لسه ما ماتش تشيلسي، وبانز يعني، وكين لسه ناقصه ماتش لسه. نائب. لا انا الاسبوع اللي فات كان كويس، هو بس يعني كويس في حاجات. وحظي طبعا ان في انا عملت تغييرين الاسبوع اللي فات، دخلت داير ودخلت وشلت فودن وحطيت
سيرد باك تاني يعني عشان يبقى عندي حته السيرد باكات دي كان عندي فيها مشكله شويه. فما لعبش داير للاسف الشديد على اساس توتنهام عنده ماتشين ما لعبش داير خالص فضاع مني ما خدش ولا بوينت. جوندوجان ما لعبش اول ماتش نزل الماتش بتاع امبارح بس. ستيرلينج ما لعبش الماتش ما لعبش الماتش الاولاني ونزل ماتش امبارح ما جابش ولا جول مع انه كسب اربعه ولا عمل حتى اسيست مع ان في واحده الجون الثاني ده ولا الثالث ولا عاملها اسيست ما اعرفش ليه ما اتحسبتلوش. فاللي ظبطني مارتينيز الحارس طبعا النهارده خسر من حاجه غريبه جدا شيفيلد بيكسب لما يبقى ناقص منه واحد يعني شيفيلد كسبانين دلوقتي كسب خلاص كسب استون فيلا. فمارتينيز شوط الماتش الاولاني طبعا خد 10 نقط بلس 2 بوينتس الماتش ده 12. كين في ايفرتون المدافع كين جايب 9 نقط كلين شيت وعمل شغل كويس. طبعا كابتن الفرقه كان كين فجاب جول. سون عمل جونين يعني دول اللي عاملين شغل كويس يعني. احلى ماتش ليفربول الماتش الاسبوع اللي فات ابتدي يعني اكيد هيعوض هيرجع. وما سالتك على ماتش مع شيفيلد قلت ماتش سهل خسر 2. اه هو انت ليه دايما بتحاول تهايلايت الكلام الغلط بتاعي؟ لا ده انا بعدين اه طبعا كسبوا مش انت هيكسبوا ولا يكسبوا ولا يخسروا. لا شيفيلد وليفربول في ماتشات حلوه يعني بصراحه ماتشات حلوه. ماتش توتنهام كان من احلى الماتشات ان الجوان كتير قوي وعوده آه. بيل يعني يمكن احسن ماتش بيل يعمله في البريمير ليج. بيل اللي اشتغل في اليوروبا ليج كويس لكن ده اول مره يلعب في البريمير ليج بالشكل ده ولعب اساسي ما بيلعبش اساسي خالص في البريمير ليج. جاب جونين وعمل جون الجون الثاني بتاعه حلو قوي بصراحه اللي عمله له صن. فده من الماتشات اللي فيه جوان يعني ماتش اكتر ماتش في الاسبوع الماتشات كلها خلي بالك ان السكورز هنا مقلوبه كلها. يعني اكتر ماتش فيه اهداف 4-0 طبعا امبارح لعب مانشستر سيتي اللي جاب 3 جوان في مش عارف 5 دقايق لكن يمكن ماتش توتنهام وبيرنلي كان من الماتشات الحلوه اللي فيه جوان وكان فيه فرص كتير. السيتي جامدين قوي. وماتش ارسنال برده كان حلو قوي ان ليستر ابتدى بالتهديف ما اعرفش برده ليستر ايه اللي حصل له طلع من اليوروبا ليج وخسر من ارسنال 3 بعد ما كان كسب 1-0 برده كان الماتشات الحلوه. طيب نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نشوف بقى نتكلم شويه على بره الفانتسي في الدوري المصري بعد الفاصل. LG OLED بخاصية الـ 100 مليون سيلف ليد بيكسلز لما تكون كل نقطة قدامك واضحة وفي مكانها الطبيعي لما تكون كل حاجة بتشوفها معبرة أكتر ولما تكون كل حاجة بتجربها واقعية أكتر ومتجاوبة معاك أكتر كأنك فيه كل ثانية قدامه بتخطف العين قوة السيلف ليد بيكسلز LG OLED. يا نهار الشوق على أجمل ناس إحساس الحب هو جمعنا هنعيش عمرنا ما خلاص هنعيش فرحتنا إيه معنا. يا نهار الشوق على أجمل ناس إحساس الحب هو جمعنا هنعيش عمرنا ما خلاص هنعيش فرحتنا ايه منعنا. اول يا نهار للفرحانين اللحظة الحلوة لازم تتعاش واستني يا شمس كمان ساعتين وبلاش دلوقتي تغيب تغيبي بلاش طول يا ليل ما تفارقناش نسينا كل اللي فات كده بالمره
اختار معانا يا ليل وما تسيبناش. هي الحياة نعيشها دي كم مرة. طول يا ليل ما تفارقناش. نسينا كل اللي فات كده بالمرة. واسهر معانا يا ليل وما تسيبناش. هي الحياة نعيشها دي كم مرة. للفرحة مكان. زاد دلوقتي في الشيخ زايد بالقاهرة الجديدة. رجعنا لكم تاني ونرجع نكمل حديثنا شوية على الدوري المصري. حدش قال لك عليا. لا لا ما اتكلم عن الوطن. صاحب بيت يعني. ايه ما تشوف ليه؟ ما كنت والله بتكلم كابتن حازم على حاجة. الاهلي وطلع الجيش شفت الماتش ازاي؟ والله طلع الجيش لعبوا ماتش كبير يا سيف وبسيوني برافو عليه. يعني انا مبسوط ان بسيوني ما كانش بيدافع وخايف وسايب لا بيلعب كوره وبيقول للعيبته هجمه وبصراحه مدرب كويس وفرقه طلع الجيش فرقه كويسه. طبعا شويه غلطات يعني بسيطه في اخر ربع ساعه عملت ضغط على طلع الجيش منها التغييرات اللي عملها بسيوني في اخر الماتش. نزل سنتر باك ثالث اسلام جمال حسس خلى فرقه الجيش عملت كده ورغم كده كان في كوره ممكن من الكاونتر اتاك ان هي تيجي. انا بقول ان ماتش الاهلي وطلائع الجيش باين قيمه الشناوي بشكل كبير. الشناوي جول كيبر جامد. الكره اللي شالها من ناصر منسي مش هي جول يطلع يقفل فيها كده. عمرو جمال وبتاعت عمرو جمال وبتاعت ناصر منسي كمان في التوقيت بتاعت سنير الشوط الاول انفراد بوضح سنير جول كيبر كبير بصراحه. احسن اثنين جوان في مصر دلوقتي الشناوي عبد المنصور بصراحه. احسن اثنين جوان في مصر. ماتش حلو يعني. الزمالك وادي دجله. الزمالك وادي دجله كالعاده الزمالك بيلعب كويس جدا برضه لكن بلا اهداف. لازم زي ما قلت يمكن اللعيبه لازم تلعب على انها تكسب مش ان انا العب حلو بس. فكره ان انا العب كويس حلوه طبعا اكيد انك تلعب كوره كويس لكن انت بتلعب الكوره كويس عشان تكسب. لازم لما تجي لك فرصه ان شاء الله في اول ثانيه في الماتش تبقى عارف ممكن تبقى دي اخر فرصه تجي لك. فلازم تبقى متركز فيها جدا جدا جدا. لازم تبقى مركز انك اي حاجه تجي لك حطها في الجون لغايه لما تكسب وبعدين ابتدي اشتغل بقى. عايز تلعب بريسنج عايز تلعب ببطن رجلك بوش رجلك. باتشيكو الناس بتتكلم على باتشيكو انا بشوف هو بس من وجهه نظري يعني هي تغييراته اللي مش موفقه. لكن هو ان هو بيلعب كوره ومسيطر ومشتغل هو بيلعب كويس جدا. الزمالك بيلعب كوره كويس جدا لكن تغييراته ساعات بتوقع الفرقه شويه. يعني تغيير بن شرقي مع اسامه فيصل انا شايف ملهاش معنى. بن شرقي مش موفق بس ملوش بره بديل احسن منه. انت نزلت اسامه يلعب راس حربه تاني النص ملعب تخن منك خالص وحاطط عبد الله جمعه ناحيه اليمين مش شايف مع المسوس مش يعني يمكن لما عبد الله راح شمال مع فتوح الزمالك قام شويه اخر 10 دقائق تاني رجع تاني مسك الملعب. فتغييراته حتى ماتش تونجث لما طلع ابو فتوح ما اعرفش طلع فتوح ليه كان كويس جدا جدا برضه راح طلع ابو فتوح اللي بياخد عليه تغييراته ساعات ما بتطلع ما بتعملش اللي هو المفروض يتعمل. انت بتعمل تغيير عشان للاحسن. لا تغييراته ساعات بتاخد من الفرقه شويه لكن لازم اللعيبه تعرف ان هي الموضوع مش انت ما خسرتش حاجه يعني. انت الزمالك لغايه دلوقتي هو الاول. الاهلي لو كسب هيبقى طبعا اكثر ثلاث نقط لكن بتلعب بشكل كويس جدا. انت كسبت المصري كسبت المقصه كسبت الاسماعيلي كسبت فرق كتيره جامده. الدوري اللي بتكسب الجامد بتكسب الضعيف ما ينفعش تكسب الجامد بس. لازم تعرف ان الماتشات دي او ماتشات الدوري عامه الفوز مهم جدا. الفوز مهم جدا. انت بتوصل لازم وانت رايح توصل يعني تبقى متاكد قوي 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 في الحته دي. مش عايز الناس في غضب جماهيري كبير لكن مش عايز الناس تقلب على اللعيبه لسه بدري قوي. انت ما عملوش كارثه. تعادل طبعا صعب لكن الاهلي تعادل مع وادي دجله على فكره وبيراميدز تعادل مع وادي دجله. مش يعني مش تعادل على فكره وادي دجله كفرقه يعني موقفها في الدوري خادع. هي الاخير
بس هي فرقه كويسه جدا، حتى كل الماتشات اللي خسرتها هي بتبقى ممكن تبقى احسن بكتير، ومرهقه، فرقه مرهقه، مرهقه جدا وتمسك كوره وبتتعبك. فا اه نزعل ونتضايق اكيد، لكن بلاش نرمي الفوطه بدري، لسه بدري جدا جدا. انت عندك لسه حوالي اكتر يمكن 20 ماتش لسه قدامك في الدوري، وعندك بطوله افريقيا جاي لازم تفوق الناس. فان شاء الله زي كان ماتش كويس في الترجي ويرجعوا فايقين تاني باذن الله. رايك في اداء موسيماني سريعا بقى؟ موسيماني بيحاول ان هو يطبق فلسفته خطوه خطوه، لان الكواليتي بتاعت اللعيبه اللي موجوده مختلفه عن اللي هو كانت معاه في سان داونز، والناس اللي تفهم الكلام ده. مش معنى كده ان هي احسن او اوحش، كواليتي مختلفه. هو كان عنده لعيبه مختلفه، كان عنده لعيبه في الديفنس تحت ضغط بتعرف تطلع بالكره كويس، كان عنده جول كيبر من احسن جول كيبرز بيلعب برجليها. الكلام ده هو مش عارف ينفذه، ومش هيعرف ينفذه بالشكل اللي هو عايزه. كهربا مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لموسيماني، أنا عارف الكلام ده بقالي ثلاث أيام أنا ما قلتوش. كهربا عمل مشكلة كبيرة جدا بعد الماتش اللي فات في أوضة اللبس، النهاردة تم إيقافه لمدة شهر وخصم 300 ألف جنيه أو 200 ألف جنيه منه. وكهربا عامل مشكلة كبيرة جدا للنادي الأهلي في أوضة اللبس، وأنا في رأيي إن ممكن تكون دي نهاية كهربا جوه النادي الأهلي، لأن خلاص مشكلة ورا مشكلة ورا مشكلة. خلاص أنا في رأيي إن الناس صبرها نفل. اتكلمت ليه على كهربا في موضوع موسيماني؟ انت لما بتكون عندك لعيب بيعمل لك ازعاج جوه الفرقه جوه اوضه اللبس، ممكن تعمل لك مشاكل كمدرب. الراجل، وبقول كده انا لاول مره، والحاجات دي كانت معايا من ثلاث ايام، يعني من لعيبه من النادي الاهلي وعارفه. الراجل دخل بعد الماتش اللي فات بيسلم عليه، بيمد ايديه بيسلم عليه، ما رضاش يسلم عليه، وقال له ما تجيش جنبي، وراح مزعق له وبتاع. الراجل قال لك انا مش عايزه في الاوضه. ف كهربا مشكلة كبيرة جوه النادي الأهلي، وأنا أعتقد إن النادي الأهلي ممكن يكون واخد قرار إن هو بيبقى آخر موسم ليه. سبب تألق المعارين في الزمالك من وجهة نظرك؟ على فكرة أنا بشوفها يعني مشكلة، إن هي مشكلة للمعارين نفسهم، للعيبة دي. طب أنت لعبت ليه ما لعبتش كويس؟ المشكلة عندك، إن أنت لما بتاخد فرصة في النادي ما بتأديش. أه ما بتاخدش بالمساحة بس انا بشوف ان ده مش عيب، في يعني الناس كلها شايفه اللعيبه وهي بتلعب، مفيش حد شايف ان هم حرام يطلعوا، فاهم؟ ودي حاجه كويسه للنادي يا كابتن، ان هم بيجيبوا جوان. يعني هي طبعا هي كويسه للنادي، القيمه التسويقيه تقدر ترجعها تاني بقيمه بفلوس كتير او تبيعها بفلوس كتير. لكن قصدي ايه، في ناس يقول لك طب ما كان قاعد، طب هو كان قاعد بقاله سنتين بس ما مش كويس، مش متحمل الضغط بقى. مين احسن لعيب في الدوري المصري؟ طب ما لينجرد مثلا كان بيلعب مانشستر يونايتد، خلاص راح واستهاب لعيب مختلف. هي دي الكوره، عشان كده الاعراض اتعملت. يعني جمهور مزعج، خلي بالك احمد ياسر عندي وفرقه كبيره، ممكن انت ما يبقاش عندك مساحه من الوقت انك تلعب على طول وحش، فبالتالي بتبقى متوتر ما بتطلعش بالشكل بتاعك. اللعب الاهلي زمان مصطفى مثلا، احمد سامي اتكلم او مصطفى اتكلم في بعد الماتش اللي فات، قال لك احمد سامي بيقول لي اعمل انت عايزه، اشتغل مفيش مشكله، ما عندوش ضغط جماهير احمد، ما عندوش، فبيديله اريحيه فبيلعب براحته. تقطع الكوره هنا مثلا في الزمالك، هتقطع الكوره هتلاقي الجمهور بيزوم عليه، لعب وحش هتلاقي 30 واحد بره قاعدين له، فمش هياخد الفرصه تاني كتير. لكن طبعا مصطفى فتحي تحديدا بشوف من احسن اللعيبه اللي في مصر، والقعده تفوقه شويه، ان هو السنه اللي فاتت كان مش هو مصطفى فتحي خالص. فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل فقره التحدي، ونشوف المعلومات الكبيره اللي عند العالمي بعد الفاصل. LG OLED بخاصية ال 100 مليون سيلف ليد بيكسلز، لما تكون كل نقطة قدامك واضحة وفي مكانها الطبيعي، لما تكون كل حاجة بتشوفها معبرة أكتر، ولما تكون كل حاجة بتجربها واقعية أكتر ومتجاوبة معاك أكتر، كأنك فيه كل ثانية قدامه بتخطف العين. قوة السيلف ليد بيكسلز LG OLED. يا نهار الشوق على أجمل ناس، إحساس الحب هو جمعنا، هنعيش عمرنا ما خلاص، هنعيش
فرحتنا ايه يمنعنا يا نهار الشوق على اجمل ناس احساس الحب هو جمعنا هنعيش عمرنا ما خلاص هنعيش فرحتنا ايه يمنعنا غيبي بلاش نول يا نهار للفرحانين دي اللحظة الحلوة لازم تتعاش كمان ساعتين وبلاش دلوقت تغيبي كل اللي فات كده بالمرة وسهر معانا يا ليل وما تسيبناش هي الحياة هنعيشها دي كم مرة طول يا ليل ما تفارقناش نسينا كل اللي فات كده بالمرة وسهر معانا يا ليل وما تسيبناش هي الحياة هنعيشها دي كم مرة للفرحة مكان زاد دلوقتي في الشيخ زايد بالقاهرة الجديدة رجعنا لكم تاني ونخش بقى على فقرة التحدي مانشستر سيتي فاز 21 مباراة كم فوز منهم كم في الدوري الإنجليزي؟ كم فوز في الدوري الإنجليزي؟ 15 انا بحب اوزن اللعبه صعب اللعبه يهزلك في دماغك والله كان 16 يا 15 12 او 13 15 صح ولا لا صح. والله 15 انت ليه هو والله حتى لو قلت حاجه بس هي 15 ولا 15 طيب مين اكتر مين اكتر لاعب صنع اهداف في الدوري ابيض ينزل النقطه وتطلع في غلطان هي 15 ولا لا 15 والله ايوه والله 15 انت ليه هو بيقعد ده يعمل كده وبعدين يطلع يقعد يقول لك اشتغلك يا استاذ نايم بعد ما خلاص بقيت المعامله اتغيرت انا بكام اشتغل هو بيشغل انت ما بتشتغلنيش انا بشتغل هو مين اكثر لاعب صنع اهداف في الدوري الانجليزي في الموسم الحالي اكثر لاعب صنع اهداف في الدوري الانجليزي صلاة فرنانديز برونو فرنانديز مش عارف غلط ولا اكثر لاعب صنع اهداف دي بروينا مش عارف انت بتقعد بتهز صح والله العظيم دي بروينا ايوه صح كده ليه ايوه صح ماشي واحد تاني واحد مش دي بروينا ايوه هو ده واحد صح طيب مش هما الاثنين 11 هدف مين هما الاثنين هما انت قلت صح انا قلت صح دي بروينا انا كنت صفر كان مقطعك دي بروينا ناقص واحد ماشي بس انا قلت دي بروينا كان صح بيلعب في نادي ايه طيب هو بتاعك اللي انت عملت كابتنه من يوم لا سون لا كين ايوه صح ده اقول كمان خمسه سته لعيبه مين اكتر فريق تعادل في الدوري المصري الموسم الحالي سموح اكتر فريق سموح انا ملك المحليات سموح اسمع مني شكرا على بعد ما بقى مستشار في بيراميدز دلوقتي هاخد باله الموضوع ده ده تنام شرفتنا حبيبي يا سيف بشكركم شكرا جزيلا اشوفكم ان شاء الله باذن الله الحلقه اللي.
كره القدم ممتازه والهدف الاول الكره دي فن ولعب بالسنه اللي قال دي مدرسه اوروبا الدوري تعيش معاه اتفرج بقى على الاستاذ تحليل خطير مش اي كلام مع ميد يوسف وحازم امام يعني الموضوع ما فيهوش هزار ستارز اوف فانتسي يلا نار